أما وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل فقال إنه تم البدء بتجميع المعلومات اللازمة عن محطات التوليد لتزويدها للجانب الأردني من أجل إتمام الدراسات الفنية اللازمة والخاصة بالربط التزامني بين الشبكتين السورية والأردنية التي تحتاج إلى 3 أشهر. باشرنا منذ الاتفاق الأولي منذ شهر حزيران بإعادة تأهيل خط الربط الذي دمرته العصابات الإرهابية. طبعا نحن عانينا شوي بالبداية نتيجة عدم توفر المواد نتيجة الحصار، لكن بتوجيهات حكومية وبتوجيهات من سيادة الرئيس باشرنا بالأعمال وانتهينا من جزء جيد من هذا الخط.